وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. سعادة الوزير، لطالما كان سموه رحمه الله حريص على مد جسور التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا كان داعم ومساند للمجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب طوال مسيرة ترأسه لمجلس الوزراء رحمه الله. ويعني الجميع يعلم أن لسموه العديد من المواقف التي تؤكد على مبدأ التعاون. كيف لك أن تحدثنا عن ذلك من خلال تجربتكم كنائب سابق وأيضا كوزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب؟ شكرا أخي العزيز. بداية يعني دعني أعزي نفسي وأعزيكم وأعزي أهل البحرين جميعا بوفاة الفقيد. ولا شك أن كل بيت في البحرين اليوم وربما خارج البحرين، وأنا على يقين من ذلك، قد فقد عزيزا وهو خليل بن سلمان رحمه الله وأسكنه في سع جناته. سموه الله يغفر له ويرحمه برأي واسع رحمته كان متميزا في التعامل مع السلطة التشريعية مجلسيها، وربما يكون مجلس النواب حكم تشكيله والأدوات المتاحة له من أدوات تشريعية ورقابية ربما يكون أكثر وضوحا في تعامل سموه مع مجلس النواب. كان سموه رحمه الله يعني دائم الحرص على توجيه الوزراء عموما وتوجيه وزراء الخدمات خاصة في الجلسات الأسبوعية بضرورة التواصل ومعرفة احتياجات المواطنين من خلال نوابهم ومن خلال الزيارات الميدانية لمناطق في مختلف مناطق البحرين سواء قراها أو مدنها. وهذا طبعا كان واضح جدا. الزيارات لم تكن فقط زيارات من أجل الإظهار أن هناك اهتمام، لا، كان كل وزير يعني يزود مجلس الوزراء بتقرير في نهاية زيارة للمناطق هذه، والتقرير هاي تحال إلى اللجنة المعنية للرصد وتعرض على سموه رحمه الله ويعطي توجيهات واضحة بالنسبة لتنفيذ هذه الأمور. هذا وجه من أوجه التعاون الواضح. الوجه الآخر، مجلسه الأسبوعي رحمه الله كان يعني مجلس النواب بامتياز، النواب الشورى لا شك، ولكن النواب بما يحملونه من هموم الناس كان مجلسه مجلس متميز. هناك تطرح الأمور القضايا خارج النطاق الدستوري والنطاق القانوني، نطاق العرف الشعبي المتعارف عليه، البرلمانية الشعبية التي تأتي من القلب إلى القلب. وهذا كان أيضا كما قلت ديدا خليفة بن سلمان رحمه الله وتغمد بواسع رحمته. أيضا كان دائم الحرص على زيارة المجلس النواب سواء كان لسبب يستدعي ذلك، وأحيانا كان يقول لنا يعني نزور النواب اليوم حتى من غير سبب، نقعد في المجلس فقط ويعني يدردش مع النواب ويأخذ كما يقال ويعطي معهم. كان دائما الانبساط ومع النواب عموما، وكان دائما الاستماع إلى ما يطرحونه. أيضا هناك لاحظت في خلال كما فضلت أخي ربما بسيرتي أنا من نائب في 2002-2012 ثم عملي عضو في الحكومة وتحديدا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، لاحظت أيضا اهتمام سموه الدائم حتى بالقضايا التي تطرح في الصحافة أو يثيرونها النواب. كان حريص جدا، أستطيع أن أقول كان يحب الإنجاز وكان يحب العطاء، بمعنى أنه يتمنى دائما أن يكون في استطاعة الحكومة وعلى رأسها سموه رحمه الله أن تعطي المواطنين وتعطي النواب كل ما تستطيع من عطاء ومن بذل من أجل رفعة الوطن والمواطن. هذه تقريبا أمور كانت دائما حاضرة في ذهني عندما أتحدث عن سموه رحمه الله وعن حرصه على التواصل مع السلطة التشريعية، زيارات دائمة، مجلس مفتوح دائما، تلقي الطلبات وتلقي كل ملاحظات النواب. كان حريصا على معرفة ماذا يطرح النواب من قضايا تهم الشعب،
فكان حريصا على أن تطرح هذه القضايا في مجلس الوزراء، يعني لا تحال إلى لجنة على سبيل من اللجان، ولكن هذه اللجنة يجب أن تقدم تقريرها للمجلس من أجل يطلع. وكان يقول، ولا أنسى هذه الكلمة، كان يقول: أحب أن أعرف ماذا يريد الناس من خلال ما يطرح النواب، أريد أن أعرف ما هي توجهات الناس من خلال ما يطرح النواب. فكما قلت، يعني فعلا بشخصية متميزة والكرازما التي كان يتمتع بها سموه، القبول لدى الجميع، كان فعلا يعني رجل سياسة ورجل عمل وخبرة كما كان دائما. نعم. أنا لا أشك أن هذا التوجه سوف يستمر، يعني ما لمسناه من أطال الله في عمر الجميع وحفظه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء من خلال توجيهات جلالة الملك، أنه فعلا ابتدأ حتى قبل فترة طويلة في فتح مجلس الأسبوعي لأعضاء الشورى والنواب من أجل تداول القضايا كما قلت من خلال الدبلوماسية أو من خلال البرلمانية الشعبية من خلال التواصل المباشر. فأنا على يقين كما لمحت من توجهات لدى صاحب السمو ولي العهد النائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بأن إن شاء الله هذه التوجهات بضرورة العمل والحرص على العمل والتعاون سوف تكون أيضا ديدا الحكومة فيما هو قادم من أعمال إن شاء الله. إذن سعادة السيد غانم بن فضل البعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، شكرا جزيلا لك.